رغم القصف الذي طالها من قبل المحتل الصهيوني واهماً أنه سيدفن عبر فعلته التاريخ الفلسطيني، لكن عبثاً يحاول. فأكبر دار نشر في قطاع غزة حاضرة في أجنحة الصالون الدولي للكتاب بمؤلفات متنوعة وثرية، مؤلفات تؤكد أن الحضارة الفلسطينية صامدة بالفكر لا بالجدران. الاحتلال الصهيوني أغار بطيرانه على جميع ما يمثل الثقافة الفلسطينية في قطاع غزة، وكانت دار النشر سمير منصور من أكبر دور النشر وممثلة للثقافة الفلسطينية على مستوى قطاع غزة التي تم هدمها بالكامل. نحن كمكتبة سمير منصور للنشر والتوزيع عملنا التحدي، جئنا هنا لننشر القضية الفلسطينية بالعمل المقاوم الذي نقدر عليه. مشاركة الدولة الفلسطينية بكتب متنوعة بين التاريخ والشعر والرواية هو كفاح فكري ضد المحتل الصهيوني يضاف للكفاح المسلح، فلا التدمير ولا الاعتقال منع أقلام المفكرين الفلسطينيين من التأليف دفاعا عن الأرض. ونقاوم بكافة الوسائل المشروعة المتاحة لدينا بالقلم وبالكلمة وبالرصاصة أيضا. حربنا مع العدو الصهيوني هي حرب وعي أو معركة وعي، يحاولون نشر سردية صهيونية كاذبة، يسرقون ثقافتنا الفلسطينية، يسرقون تراثنا الفلسطيني، ولكن نحن بمشاركتنا في مثل هذه المهرجانات الثقافية الفكرية نساهم في تأكيد سرديتنا الفلسطينية. اهتمام الجزائريين بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية يعكس إقبالهم على كتبها المعروضة. هذه الشابة اغتنمت فرصة المعرض لتفقد ما تحتاجه من كتب لشاعر الثورة والوطن الفلسطيني محمود درويش. تهمني القضية الفلسطينية اون جينيرال، ويهمني التاريخ ديالها، دابيا نشوف التاريخ ديالها كيفاش كان، نشوف الكتاب كيفاش كانوا يهضروا عليها افون، هذا كامل بيان سور باش نكشفوا تزييف اللي يتمارسوا المستعمر الصهيوني. ليس فقط القراء الجزائريون من يتهافت على الكتب الفلسطينية، بل حتى الناشرين الذين دفعهم العدوان الصهيوني على قطاع غزة لإصدار مؤلفات. أردنا من خلال هذا الكتاب أن نقدم هدية للإخوة الفلسطينيين، وهو عبارة على مجموعة من القصص الواقعية والسرد الواقعي والمقالة الصحفية التي تحاكي عن واقع المأساة والحرب على إخواننا في غزة وفلسطين. هي إذن مشاركة قيمة لفلسطين في الصالون الدولي للكتاب، مشاركة تعكس ثراء وتنوع الأدب والثقافة الفلسطينية رغم حرب الإبادة ومحاولات طمس الهوية.